سلطان سلطان يا سلام يا سلطان، صاحب الصوت الجميل، صاحب الصوت القرار. عشت يا سلام يا سلام. حبيت اللبس والله، حبيت حبك مرة 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 حبيته يا مرة. آيفون جديد صراحة. سلطان لبيك. يعني ما شاء الله تبارك الله تملك كمية قرار في صوتك حلوة. تبارك الله، نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. الله يجزاك خير يا أخي. أحتاج أسمع شيء من جماليات صوتك، إما قصيدة، إما تعليق صوتي، إما أبشر بسعد كنتار. سمعنا كنتار، شغل سبيكر داخلي. بما أنك تحب تغير الجو دائم ايه؟ علينا. بعطيك أبيات من أجمل الأبيات صراحة اللي سمعتها الفترة. يا سلام سمع. صممني. عطنا اللي بعده. يقول البارحة ما برح قلبي يحس بزحام. زحام. يا ليتها ليلة آخر حزن، يا ليتها. يا ليتها. ويا ليت ما في قفص صدري حروب وحطام، والمنيه ما تحقق لو تمنيته. اخترت من ديرة الهجاس هاجس سلام، وانا على هقوتي لا من تهقويتها. والجادل اللي غلاها تعدى الكلام، يا ليتني ما تماديته وتحديتها. احبها صح بس احبها باحترام، حتى من النفس صاينها ما ضريتها. وكتبت فيها البيوت اللي بعضها حرام، وانا علي الحرام اني ما مسيتها. طهر من الغيث لا وطاه بطن الغمام، وانقى من انقى هنادي بي لداريتها. آخر لقى بيننا على بساط الغرام، سويت فيها قصيدة وانسرق بيتها. ورحلت من بيتها من قبل وقت المنام، ونمت وخذتني مناماتي على بيتها. أحزانها تحزن الأغصان قبل الحمام، وجروحها ترهق أعماقي لداريتها. والحاصل إن الكلام اللي عليها الكلام، وصيتها لا تخليني وخليتها. الله 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 الله. الولد قلبه أخطر لمحمد الحمادي، الشاعر محمد الحمادي إذا ما خاب. والله قلبك أخضر حمادي ونعم، ولا عليهم حمادي طلعت ما في قلبك. الله يسلمك. يا هلا وسهلا، وإن شاء الله اليوم وفال طيب في بداية إن شاء الله. يا سلطان أنت الأسبوع اللي فات ما كنت معنا. لا والله ما. من اللي طلع مكانك؟ أبو ظهير. أبو ظهير. إذا أبو ظهير اليوم هم معنا، وسبحان الله. والله إني الآن تطلع مكانه إذا طلع اسمه. اطلع مكانه خلاص. طيب بس باذن الله ما دام ابو ظهير مو معنا ان تطلع مكانه. والف سلامه على ابو ظهير ان شاء الله، ويكون طيب وبخير. الله يسلم. جاهز؟ جاهز. اعطونا الدولاب بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف اول خيارات فقرتنا لهذا اليوم. سلطان الهميلي يلا اعطونا الهاشتاج. شو علومه يا الربع؟ الهاشتاج 28 سكر 28. وقف وقف يا رب يا رب. تحويل للجمهور ما شاء الله تبارك الله، وبداية طيبة إن شاء الله. طيب حظك. السؤال يتحول للجمهور، وطبعا ننتظر الإجابة. والسؤال يقول، أعطونا السؤال جمهورنا، سكريبت 28، والسؤال بيطلع قدامكم. أول إجابة صحيحة أو أول إجابة تطلعنا سواء صحيحة أو خطأ بناخذها على طول. اتفقنا؟ جاهزين كنترول؟ دقيقة. السؤال يقول، من هو الذي لقب بصقر قريش؟ هل هو عبد الرحمن الداخل، حمزة بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب؟ أنا ما أقدر أجاوب. ما تقدر تجاوب ولا تقول أي شيء. إذا عندك إجابة خلها وتحفظ عليها، ونشوف الجمهور في سكرت 28 بسم الله الرحمن الرحيم. جاوبوا عن سلطان الميلي، وبدأ معكم الوقت يا جمهورنا العزيز. والوقت يقول حنا وصلنا 15 ثانية. يا رب وصل وصل ما شاء الله. والله صح. لا يقولون بعد. وصل 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 وصل. الوقت بعد يهمني، ولكن الإجابة أجاوب. طيب قبل عبد الرحمن الداخل صح. هي إجابة صحيحة. طيب الجمهور جاوب ولا لا؟ أنا أهم شيء ما علي منك. طيب عطنا الإجابة صحيحة. إذن سلطان الجمهور يمكن ما خدمك ذي المرة. ما عليه ما عليه. والله ما إجابة صحيحة من الجمهور، وشكرا للجمهور. ويتحول إلى دولاب الدرجات سلطان، ومئة درجة إلى سلطان الهميلي في بداية. يلا طيب عطونا الدولاب الدرجات، ونقول يا رب الفال الطيب بسم الله الرحمن الرحيم. والتفت على يمينك شوي شوي، التفت على يمينك، التفت كمان. أيوة الدولاب قدامك تشوفه، تشوف الدولاب. يا سلام يا رب الدولاب اقضب ابي يا رب الدولاب يوقف. عليش يا ازرق اليوم، ازرق اليوم، ازرق ازرق. موجب موجب 100 درجه. يا سلام
برافو و200 بيض الله وجهكم يا سلام بيض الله وجهك يا ابو تستاهل 200 درجه شكرا يحصل عليها حبيبنا سلطان مالي يا سلام سلطان.